هنعمل ايه دلوقتي؟ هنكسر الدنيا. يلا بينا. يلا بينا. متابعينا الكرام، سعيدة أني اليوم متواجدة في افتتاح فيلم عنب، والأسعد إلي طبعا أني موجودة مع المنتجة رشا الضنحاني، رح تخبرنا عن الكواليس وكيف أخذت الخطوة الجريئة. أهلين حبيبتي، thank you. من رشا الضنحاني ونفوت على الفيلم. رشا الضنحاني انتربرينر، عندي مشاريع ثانية اللي هي باباروتي وشركة ماركتينج وشركات ثانية رشا انفستمنت إن شاء الله. فالإنتاج هاي أول تجربة لي. هي شوفي تجربة جريئة، بس أنا عندي وش ليست دائما أكتب فيها أنا شو، يعني وايد أشياء أنا حققتها. أيوة أشياء وايد أنا كتبتها حققتها أوردي. واحدة منهم اللي هي دخولي الإنتاج، أنا كنت وايد أبا أدخل في عالم السينما، في الإخراج تمثيل إنتاج، فالله وفق وكتب واستوت يلا فجأة شيء والحمد لله. طيب سؤال صحفي، هل هي رسالة للمنتجين الإماراتيين في اتخاذ خطوة جريئة سينمائية كالذي اتخذه المنتج الفيلم أنتي، أم أنها فكرة الهدف منها ربحي وتجاري؟ لا أنا بقول لك شيء، أنا يوم دخلت ليش اخترت، يعني هذا السؤال وايد لاني ليش اخترت فيلم مصري. أنا يوم أدخل شيء أنا وايد أحب أتعلمه، أنا ما أدخل كمنتجة أنا عندي بجت بسوي فيلم وباي وربح وخلاص، أنا وايد أنتو ديتيلز أحب أتعلم. صناع السينما والأفلام وين؟ مصر، فهم في أساتذة كبار أني أقدر أتعلم منهم أكتسب خبرة. أيوة عندهم صناعة فأقدر أتعلم منهم أخذ الخبرة. فأول إنتاج لي أنا كان بالنسبة لي بعد شيء أنا يلسى أتعلم منه. والهدف الثاني أني أنا كمنتجة إماراتية وفيلم مصري، لأني أنا الإيم اللي عندي عندنا ممثلين شباب وإماراتيين وممثلات، بس يعني ما في أدوار بطولة، فأنا أبغى أسوي إنه عمل مشترك ممثلين إماراتيين قدام أبطال مثلا من مصر وتفر عد بيكون السيناريو أو الفيلم، فنحط ها اسمه بطل على التتر وها اسمه بطل، فنقدر نصنع او تبوش احنا عندنا الممثلين والابطال مالنا بهاي الطريقه. مين اخترتي احد ولا بعد؟ لا احنا بعدنا شغالين على يعني ما سوينا هالهدف يعني. وبالنسبه لمصر كقاعده جماهيريه كبيره، ممكن بعد هذا ياثر ويساعد؟ طبعا بيساعد، اكيد اكيد بيساعد. شو رايك اليوم في صناعه السينما الاماراتيه؟ ما شاء الله عليهم الشباب كلهم قاعدين يحاولون، يمكن ما في إنكم عشان ما في عدد قاعات سينما كثيرة في الإمارات معروفين محددين، لكن أنت اليوم يعني رؤية شنو المستقبل لهي الشباب الواعد؟ أنت كمنتجة إماراتية أكيد هم ينتظرون هاللقاء. أنا بس بقول شيء، أنا طبعا أنا يعني مثل ما قلت أنا هدفي أني أنا وقابلت على فكرة ناس يعني بدون ذكر أسامي ممثلين، وكنت أقول لهم هالفكرة كانوا هم وايد متحمسين صدق، يعني ممكن نمثل قدام نجوم أو أبطال عالميين أو في مصر أو شيء. طبعا أنت يعني ما في شيء، يعني ما في، بس هو يحتاج الطريقة الصح أو البوش الصح، وإن العمل المشترك أكيد بيعلمهم حتى أشياء ثانية، وإن يكونون قدام أبطال من الصف الأول يعني في التمثيل. وإحنا متعودين أن نكون إن شاء الله رقم واحد، فأكيد شبابنا ما بيقصرون. طيب انعرض عليش يعني بعض الكتابات بعض القصص حتى رحتي مصر، أكيد شفتي بعض الكتابات الإماراتية، هل هناك نقص في الكتابة؟ شوفي خليني أكون صريحة وياك، أنا بعدني ما انعرض علي كتابات إماراتية. ما انعرض علي كتابات إماراتية. أنا صراحة حين يعني وايد يلسى أسير أو أنزل مصر، لأني أنا أحاول أكتب قصة يعني حد يعني أدور فكرة تكون يعني أقدر أسوي فيها هالعمل المشترك إن شاء الله. طيب يوم رشا في بداية الإنتاج هذه المسيرة، لو قلتي من الحين تبين تتشكرين أحد بتقولين شكرا لمنو في بداية هاي شكرا لكل حد وقف وياي، شكرا لكل حد يعني دعمني، شكرا لكل حد شجعني لو بكلمة حلوة، ف يعني انا امتن لهالشيء الصراحه. الاسم عنب، اسم عنب، انا ما بحق طبعا، احنا خلاص باقي شويه وكلنا نشوف الفيلم. في عنب احلى من كده. عايزين يعرفوا عنب ايه، ما نقولش يدخلوا صح؟ لا يدخلوا وتعرفوا قصه عنب كلها.
في عنب احلى من كده؟ نحن حنقيم بعد بنشوف العمل، لكن الحين انت قول شيء. تعالوا اتفرجوا على الفيلم، الفيلم هتنبسطوا جدا. النظاره ما انا طالع بيها. ايوه ايه يلا بينا يلا بينا قول كلمه حب يعني تقول اي شيء حق المتابعين. استنونا وتعالوا اتفرجوا على الفيلم هتنبسطوا قوي. ورشا دي القمر بقى، دي القمر، ودي عملت حاجات كتيرة قوي للفيلم، ولو نجحنا هننجح. احنا يا هننجح يا هننجح. يعني بإذن الله هننجح طبعا، هننجح عشانها. والله احنا في الكواليس او شيء، احنا على فكرة طلعنا بهالفيلم، احنا ترى في بيننا تربطنا صداقة، يعني مب يعني شغل، فاللي طلعنا بالصداقة هاي، بس احنا بنكمل بنكسر الدنيا اعمال كثيره جايه بنسويها ويا بعض. في يعني يكون في صداقه فيها تكمله لبعض، يعني يكون في شغل طبعا، لانه هو ده اللي بيستمر كده كده. الافلام دي ممكن بعد كذا سنه حاجات تانية تحصل ويحصل افلام جديده، لكن هي الصداقه، هي العلاقات الانسانيه دي هي اللي بتفضل. فدي دي اكتر حاجه طلعنا بيها على فكره من الفيلم. يعني شكرا على مداخلتك، نختم مع رشا. ثانك يو، شكرا على اللقاء الجميل، وان شاء الله الحين دقايق وتشوفون الفيلم وتخبريني رايك. لازم تشوفون الفيلم عنب وتقولوا لي شو رايكم فيه. ثانك يو سو ماتش. دائما وابدا، لنا لقاءات كثيره ان شاء الله الجايه. أكيد أكيد حبيبتي. أكيد. شكرا شكرا رشا.